كثير حلو. وين الجواز من حياة أروى؟ هل لك تطلعات قريبة إنه أنت حاطة الجواز براسك الحقيقة. حابة تتجوزي حابة ترتبطي أروى ولا كرسي حالك للفن بهالفترة الحالية؟ لا أقول لك شيء، أنا في الآخر أنثى، ودائما مصير أي أنثى هي تكون مستقرة مع حبيب لها. أنا مثل أي بنت أكيد في طموح إن أنا يكون لي بيت ويكون في استقرار ويكون في زوج وزوج محب، بس هي موضوع بقى الزوج المحب هذا اللي إحنا ناطرينه يعني. بس لأنه الفن ما هو دائم يعني، مهما طال بيك الوقت ما هو دائم، فولكن البيت والعائلة وهذا هو اللي بيكون دائم وياك. أكيد. رامي، ليه كل المطربين والفنانين دائما ما بحب يرتبط اسمه، يعني ما حب يقول إنه هو مرتبط، حتى بيكون مرتبط وبعلاقة وبحب ومغروم وبيقول بيطلع على الهواء بيطلع بالمجلات بيطلع بالصحافة والانترفيوهات كلها بيقول أنا مش مرتبط. أنا وقت كنت مرتبط كنت مرتبط على رأس السطح بالعكس، لأنه مثل ما قالت أروى خصوصا الرجال بشغلتي له الشرف إنه يكون مرتبط، لأنه هذه شغلة كتير حلوة إنه يعيش فيها، وكلنا بنمرق بمراحل بحياتنا ما بتكون مستمرة يمكن أو ما بتكون راكزة. بس كمان ما بيقول مرتبط يمكن اللي عنده له أسبابه. بعتبر إنه إذا كان في بنت بحياتي حرام أعملها إكسبوزد للعالم، يعني ظهور ظهور للناس، ويمكن ما يكون في نصيب بعدين بيناتها، بتكون هي انأذى مستقبلها هيدي إنسانة عندها أهل وعندها، فما تفوتوا بهال من جد. لا وساعات أقول لك ساعات حتى نحن كفنانات إذا في ارتباط نحاول نخبيه، لأن دائما بيكون في بعض الجمهور للأسف متوقع إن إحنا في انفصال، أوكي؟ فدائما يقول لك إيه راح يكون في انفصال، وإحنا بالذات إحنا في هالمجال لو انفصلنا بتكبر المسألة، مع إنه دائما في الحياة الطبيعية ممكن جدا يكونوا كابلز عاديين وينفصلوا ما في تفاهم. صح. لأن أنت يبغالك ترتبطي يبغالك تفهم الشخص عشان ترتبطي فيه ارتباط أبدي. صح. نحن بيكبروها يعني هذه المشكلة، فنتعمد إن إحنا نسكت لين نتأكد إن كل الأمور كويسة. كثير حلو. في نهاية حلقتنا لليوم أكيد نتمنى لرامي ونتمنى لأروى الحياة السعيدة الهانئة. أنت كمان مثل القمر على الطبيعة، كنت من زمان حابة أتعرف عليك، حصل لي الشرف. بشكركم كتير، بشكر كل هالبرنامج ليالي السمر، بشكر كتير أروى اللي نورت الدنيا كلها. كمان بشكرك أروى، شكرا كثير على حضورك. حبيبتي أنا بشكر كل المتواجدين، وأكيد مبسوطة كثير بوجود رامي اليوم، كنا من زمان نبغى شيء يجمعنا وحبيت ان احنا تجمعنا عن طريق برنامجك. مشاهدينا الكرام بنتشكركم كثير على المتابعه. انا وعدتكم بحلقه كثير 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 حلوه، وهذا اللي صار حلقه رامي عياش واروى، كانت اروع من الروعه، وبنختمها بالدويتو بين رامي واروى باغنيه ليلى لو باقي ليلى. مع السلامه. يا الله يا الله يا الله يا الله.
قادر انا احب انا احب يلا احلم احلم بك دايم جنبي وانا صاحي ونايم يلي ايامي بدونك فاهم العمر فاهم العمر ايه احلم بك دايم جنبي وانا صاحي Don't let me get you down.